أهلا بكم مشاهدينا في فقرة الفاشن من برنامج سيدتي. مصممة سعودية تميزت بتصاميمها المرحة وهي المصممة آلاء بلخي. هلا آلاء، حابة أرحب فيك في برنامج سيدتي. طبعا أنت مصممة جدا مميزة وتصاميمك مرة تتميز بالمرح، تقدري تقولي لنا عن بداياتك؟ في يونكا بدأت أول ما تخرجت من الجامعة، كنت أبغى يعني أرسم أشياء وأحطها على منتجات تكون جزء منها من الثقافة الخليجية، فمرة كان مهم بالنسبة لي أنه يكون في عربي في التصاميم، يكون في أشياء توحي بثقافتنا وكمان بطريقة مرحة فتكون الناس تتقبلها أكثر. ومن فين تجيب العبارات؟ في فتاة الرموش والشعر المنكوش، يعني في كذا عبارات احنا ما متعودين عليها. احيانا في اشياء اكون بس جالسه بارسم وفجاه تجيني دي الفكره، انه كلام عمري ما كنت افكر فيه لو انا انه ايش اكتب ايش اكتب ايش اكتب، بس كذا عبارات تجيني في بالي واكتبها وفجاه تصير. ودراستك كانت في الجرافيك ديزاين، حسيت انه ساعدك في شغلك؟ مره، يعني الفكره انه انا درست جرافيك ديزاين مره ساعد لما بدات البراند، ما كنت احتاج تمويل من البداية، كنت أقدر أنا أصمم الشعار، أنا أصمم البراند نفسه. وفي الأشياء الثانية كمصممة كان سهل إنه ما جبت أحد من برا، أنا قدرت أسوي كل شيء في البداية لوحدي، فمرة ساعدني صراحة. طب ألا إيش مصدر إلهامك؟ أول ما بدأت أرسم البنات أسميهم البنات، كان مصدر إلهامي البنت اللي أنا أشوفها قدامي، فيعني كل واحدة بالذات عندنا كلنا غير، ايوه نجي من مكان واحد بس الثقافه حقتنا غير وكيف احنا نلبس غير، فكانت ملهمه من البنات اللي اشوفهم حواليني ودائما دائما عيونهم مقفله عشانهم بيحلموا انه يكونوا شيء اكبر ويسووا اشياء اكثر ويحققوا احلامهم، فمره قليل ارسمهم عينهم مفتوحه. ايش البرودكتس اللي دائما تسويها؟ انا شايفه ميكس، يعني تي شيرتات، شنط، والت. البراند هو الرسمات، الالستريشنز هو البراند، فابغى كنت ابغى احط رسماتي على اشياء غير. في البدايه كانت الاشياء حقت الجامعه لانه كنت دوبي متخرجه من الجامعه، بدات البراند اول ما تخرجت، فشنط، اكسسوارز، شنط مكياج، مقلميات، اشياء تتشال في السفر او تتشال معاكي. وكمان عندك شنط شفافة، ما حسوا الناس انه صعب تشيلي شنطة شفافة؟ كانت فكرتي انه طب ليش لا؟ ليش احنا مرة مهووسين بالخصوصية بطريقة غير طبيعية ونستخبى وما حد يعرف عننا؟ فكنت ابغى يعني بطريقة مرحة انه طيب ما بخبي شيء، ما في شيء، طب يلا نتكلم. احب بتصاميمي اني ابدا حوار، فانا عايشة بين نيويورك وجدة، فمثلا الناس لما تشوف تصاميمي ايش يعني ده؟ ايش يعني اللي لابسة برقع او اللي لابسة عباية؟ What does it mean؟ جزء من الثقافة او جزء من المجتمع، فاحب انه يكون بداية حديث. قولي لي ايش القصات والالوان اللي دائما تستخدميها في تصاميمك؟ دائما نيوترالز، فدائما ابيض اسود بيج، عشان بعد كده اقدر ازود الوان في الرسمه قد ما ابغى. اشيائي ما هي يعني مره ملونه، بالذات الملابس. قولي لي على اطلالتك اليوم، صراحه مره عجبني الفستان. انسبايرد من فستان فينتج، جبته من نيويورك ومره عجبني القصه حقته، وبس زودت الرسمه الحب حلال. ايوه اتس ماي نيو كولكشن. طب آلاء، تتبع جدول الموضه العالمي في تصاميمك؟ يعني ما ابغى اكون محصوره في جدول معين، ابغى لما اكون او اتلهم اني اسوي شيء ارسمه واصممه وانزله على السوق على طول. وايش دائما القطع اللي عندك؟ كل شهرين ايش تنزلي؟ عندك كولكشن لرمضان مثلا؟ في كولكشن لرمضان طبعا، كفتان في رمضان، وعندنا كولكشن حق الشتاء اللي هو جاكيتس، وممكن يكونوا ترافل عبايز، بالذات دحين things are changing، فالناس صارت تلبس عبايات ملونه، في اشياء مرحه اكثر من اول. شكرا آلاء لوقتك، صراحه مره مبسوطه وديزايناتك من جد مرحه وكريتيف كمان. شكرا، تسلمي. شكرا.
بتمنى تكون عجبتكم التصاميم المميزة، وعودة لكم زميلاتي في استوديو سيدتي.